هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده طالعه اتكلم معاكم في موضوع اللبس. زي ما انتم شايفين في العنوان، حاجات بشعه جدا كنا بنعملها في اللبس زمان، وحاجات كانت موضه، وحاجات يعني هتعرفوها الفتره دي ممكن نكون بنعملها واحنا ما نعرفش، والحاجات دي بتبوظ شكلنا حرفيا سواء في الميك اب او في اللبس. فلو حابين ومهتمين تعرفوا ايه الحاجات دي كملوا الفيديو للاخر. اهم حاجه متنسوش تعملوا لايكات كتير يا جماعه، يعني اللي بيشوفوا الفيديوهات كتير وعدد اللايكات قد كده، يعني لو 1000 بيشوفوا الفيديو اللايكات 100. طب ازاي بقى؟ عايزين بقى نعمل لايكات كتير قوي عشان الفيديو يوصل لناس كتير، وعايزين نكبر القناة بتاعتنا عشان افتح الدعم زي ما كنت وعدتكم هفتحه اول ما تم 10,000. انا دلوقتي اعتبر 6,000، فقدامي 4,000. يعني لو كل واحد بيشوف الفيديو ده عمل لي سبسكرايب، لان انا اغلبية اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي مش متابعين عندي، فانتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس على الكل واعملوا لايكات كتير بقى علشان تتابعوا الحاجات اللي هنزلها الفترة اللي جاية. ويلا نبدأ في الموضوع النهاردة على طول. اول حاجة ما تستغربوش لو لقيتوا الكاميرا بتتهز او كده، لان انا ماسكة التليفون والله بايدي، والستاند بتاعي فيه مشكلة، فقاعدة على السرير وبصور، ودي المخدة والله العظيم ساندة عليها ايدي بس عشان ما توجعني. فجبت التليفون بتاعي التاني وكتبت فيه الحاجات الرئيسية علشان ما انساش. نبدأ بقى بأول حاجة، والحاجة دي حرفيا كانت طالعة موضة زمان او كانت بتتلبس زمان كتير جدا، دلوقتي بدأت تخف بس برضو لسه في بنات بتلبسها، وهو البادي الكارينا. البادي الكارينا ده من اسوأ الحاجات اللي ممكن تلبسيها في الصيف، ومن اسوأ الحاجات اللي ممكن تلبسيها اصلا. يعني في حاجات تانية كتير قوي بديلة عنه ممكن تتلبس، والناس ما زالت بتلبس البادي كارينا. اول حاجة، البادي كارينا اصلا القماشة بتاعته قماشة رخمة جدا، عاملة زي البلاستيك كده، لدرجة ان هي حتى ما بتمتصش العرق. ما بالك تبقي لابسة حاجة ما بتمتصش العرق وفي الصيف كمان، وتبقي لابسة فوقيها، يعني هي بتبقى حاجة من جوه. اكيد احنا مش بنلبس يعني اكيد الناس مش بتلبس البادي كارينا وبتنزل بيه كده، لان هو اصلا بيبقى ضيق جدا وبيبقى رخم قوي على الجسم، وبيبقى مش لطيف خالص، وبيخلي الواحده اللي ما بتعرقش تعرق اصلا. ففكره البادي كارينا من اسوا الحاجات اللي ممكن تلبسيها. مثلا لو عندك دريس كات او دريس نص كم او اي حاجه محتاجه تلبسي تحتيها حاجه، بلاش بادي، ابعدي عن فكره البادي. في حتى تيشرتات بتبقى قطن، بتبقى مريحه شويه ممكن تلبس. في حاجات برضو بتبقى ضيقه بس ما بيبقاش قماشتها زي البادي كارينا خالص. البادي الكارينا حرفيا بيدمر البشره، بيدمرها سواء في الصيف او في الشتاء، مش تفرق بس في الصيف اكتر. في ممكن تلبسي شميز، لو عندك شميز ابيض او اسود هينفع معاكي في اي حاجة، بس ابعدي عن فكرة البادي الكارينا ده على اي حاجة سواء في البناطيل او من فوق. بجد فكرة سيئة جدا، وشكلها بيبقى بشع، خصوصا الالوان اللي بتبقى اصفر واحمر وبيج، الوان بتبقى حرفيا زي الزفت. يعني ممكن الاسود بس وما تلبسيهوش غير وقت الحاجه، لو انت خلاص بقى يعني قلبتي الدنيا وما فيش حاجه مناسبه معاكي غير البادي كارينا، ممكن تلبسي الاسود. النقطه اللي بعد كده، وهي الدريسات القصيره. في بنات او في حاجه طلعت كده غريبه من فتره، البنات بقت تلبس دريس قصير وتلبس تحتيه بنطلون جينز، معرفش ايه لازمته. يعني مش عارفه انتوا بتبقوا عاجبكوا الشكل ده ازاي. حرفيا انا بكره حاجه زي دي، بكره حاجه زي دي قوي. والحاجات دي يا ريتها مثلا، مش فكره ان انا بكرهها، لا، هي الحاجه ذات نفسها شكلها بيبقى مش حلو خالص. انك تبقي لابسه دريس مشجر او تبقي لابسه دريس عموما حتى لو ساده وتلبسي تحته بنطلون جينز، ممكن تلبسي مثلا يعني ده لو جبتيه قصير تلبسي تحته بنطلون يكون اسود ليجن كده ويبقى حاجه خفيفه، ما يبقاش بنطلون جينز وفوقيه دريس كمان قصير. طب ما من الاول تجيب دريس طويل وخلاص. وبرده البنات اللي بتجيب دريس يكون نصكم وربعكم والحاجات دي مش بحبها خالص، غير لو هتلبسي عليها مثلا شميز او جاكيت جينز قصير بتبقى شيك. لكن بلاش بقى من فكره البادي والحاجات الغريبه اللي بتتلبس من تحت الدريسات بقى وكده، مش بتبقى لطيفه خالص. الحاجه اللي بعد كده، وهي نقطه مهمه جدا، مش معنى ان انت حابه الطقم بتاعك يبقى حلو فتلبسي اي اكسسوارز وخلاص. لان انا بشوف بنات بتلبس مثلا يعني 5 خواتم في الايد دي و5 خواتم في الايد التانية، وتلبس حظاظات وتلبس من هنا سلسلة وتلبس حزام، بيبقى الشكل بشع جدا. يا جماعة الحلاوة في البساطة دايما، في اي حاجة في الدنيا الحلاوة بتبقى في البساطة. يعني مثلا لابسة نيكلس تلبسي ما تلبسيش حزام، لابسة خاتم في الايد دي ما تلبسيش خاتم في الايد التانية، حابة تلبسي خاتم في الايد التانية غيري يعني في الصباع، ما تحطيش مثلا في الصباع ده
خالص مش بيبقى لطيف. حطي في الصباع ده، حطي، انا بحب بصراحه احط في الصباع ده، كنت بسمع ان هو حرام بس انا مش عارفه، لو حد عارف يكتب لي في الكومنت. بس يعني عموما ما تخليش ايدك كلها خواتم، لو لابسه طقم كامل مثلا وانت شايفه ان هو لايق على ايدك البسيه، لكن الموضوع ده مش بيليق على اي بنت او مش بيليق على اي ايد. لو لابسه حزام بلاش تلبسي سلسله طويله تبقى واصله للحزام وتبقي مكتره، الدنيا هنا مش بتبقى حلوه خالص. لو لابسه حاجه مشجره ما تلبسيش عليها اكسسوارز خالص. لو لابسه حاجه ساده البسي اكسسوارز بس تبقى يعني حاجات بسيطه كده، الوان هاديه. بلاش تبقي لابسه مثلا حاجه سلسله مثلا فضي وتروحي لابسه خواتم ذهبي، انت بتبقي فاكره ان الناس مش واخده بالها، بس صدقيني الشكل العام بتاعك بيبقى باين ان هو مش لطيف. حتى لو اللي انت لابسه ده غالي، هو مش بالسعر ومش بالشكل ولا اي حاجه، بس هو الفكره انت ممكن تبقي لابسه حاجه بسيطه ورخيصه ويبقى شكلها احلى من 100 حاجه تبقي لابساها وشكلها مش لطيف خالص. كده اديتكم شويه نصايح اتمنى يعني ان انتوا تمشوا عليها، بجد هيفرق في الشكل العام بتاعكم وفي ثقتكم بنفسكم كمان. لما تبقوا لابسين حاجه شكلها حلو والناس تعجب بيكوا، انتوا صوت نفسكوا هتحبوا نفسكوا وهتحبوا دايما ان انتوا، اكيد محدش بيحب ان هو شكله يبقى وحش. واتمنى ان انا اكون فدتكم بالفيديو ده، وياريت نعمل لايكات كتير عشان تشجعوني، واكتبولي في الكومنتس حابين اعمل لكم فيديوهات عن ايه الفتره اللي جايه. وبس كده، يلا باي.